كالمسمى مظبوط؟ مش احزابه غير مبنيين فيها لضعف او مليون سبب يحتاج الى مؤتمر، لكن احنا كلنا مجتمعين هون تحت مسمى مش عارف بس ضعيف. الان احنا اجتمعنا هون تحت مسمى مقترح، يعني مقترح وتناقشناه مع الشباب كلنا، هو بس لو الشباب يسمعوا ما في حاجه مقاطعه يا اخوان حد يشتكي. الفكره بكل بساطه، الان احنا اذا فهمنا هاي العقليه الامريكيه كيف بتفكر لازم ننتقل الى ترتيب الخطوات العمليه، لانه هذا الجهد غير منظم. هذا الجهد يصلح لردة فعل لكن لا يصلح الى ان يكون فعل. ردة الفعل هم غير معنيين فيها وهم مدركين كل الادراك، لان الشارع العربي دائما في كل قراراتنا حتى ضد ارتفاع الاسعار ضد اي شيء احنا ردة فعل، لكن عمرنا ما كنا فعل. فيما يتعلق بالقدس، القدس تحديدا وعروبة القدس، الانتقال كالتالي: رقم واحد، أن تمتلك هاي الحركة الشبابية مسمى اللي هو بتاريخ صدور القرار، حركة 8 ديسمبر، هدفها الأول والأخير ولا تمتلك أي هدف آخر هو إسقاط القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة يهودية، والمطالبة من كل دول العالم والعالم أن يعترفوا بالقدس عاصمة عربية. تمام؟ إذا انتقلنا من المرحلة الأولى إلى أنه تشكلت هاي الحركة وإحنا كلنا أعضاء فيها. لمن تتبع هاي الحركة؟ لا تتبع لحد إلا للقدس. شو وصلت هاي الحركة؟ القدس. مطالب هاي الحركة؟ القدس. إذن خلصنا من قصة الأحزاب وطريقتها بتسويق نفسها، ونظم الشارع نفسه بنفسه، وهذا أخطر شيء في العملية السياسية أن ينظم الشارع نفسه بنفسه. وللعلم ما في ولا واحد منا يعتبر من النخب، من كتاب المقالات، من السياسيين البارزين، لأنهم هذول غير معنيين إنه يجي الآن الساعة 9:30 بالبرد، هلأ الآن قاعد بجهز بمقال بكرة لينظر علينا بكرة بالجريدة. إحنا الشعب المعني بتحويل هذا السلوك البشري إلى حركة تعتبر فعل مش رد فعل. اثنين، الأمريكان لا يفهموا إلا لغة المصلحة. عندما اتفقت مصلحتهم مع الإيران وقعوا معهم في ظل الاتحاد الأوروبي، لأنه مصالحهم بدهم يمرروا الاقتصاد وبيفتحوا الدولارات ويفتحوا بضائعهم داخل إيراني. لكن جزء من هاي الحركة، الجناح الأول من هاي الحركة، أن ينتقل إلى فكرة مقاطعة كل المنتجات الأمريكية. أنت ضد قرار أصدر رئيس أمريكي، هل من المعقول أن نستمر في دعم هذا الاقتصاد بشكل غير مباشر أو مباشر؟ إذا مطعم ماكدونالدز بكرة مساء الساعة 6 المساء ما دخلوا حدا، راح تدرك السفيرة الأمريكية أن السماء قربت تطبق على الأرض. مظبوط؟ صحيح. حركة اللاعون؟ مظبوط، حركة اللاعون هياتنا عم تتحرك باللاعون. مهاتما غاندي طرد الإنجليز بعنزتين وقال للهنود اعملوها بالشارع، طردهم وقاطعهم وقال لهم ممنوع تشتروا أي قطعة قماش من القطن اللي جاي من بريطانيا، اشتروا من جوا. أنا خريج الهند على فكرة. المهم، فكل هاي الحركة اللاعون هاي حركة إيجابية جدا، لكن إحنا مشكلتنا كشعوب عربية ردود أفعالنا لازم تقترن بالعنف. لا يا سيدي، الأمريكان هذول والله العظيم يخشوا على حساباتهم بلد قائم على الضرائب، بلد قائم في اقتصاد، في ضرائب، في مليارات. الأمريكي هذا مدرك بأنه عائلة روتشيلد ستستمر بالصرف على أمريكا، عائلة روتشيلد اللي بتمتلك البنك الفدرالي الأمريكي، لكن إحنا كمان قادرين نأثر باقتصادهم. إذا انتقلنا للمرحلة الأولى، الجناح الأول اللي هو حركة 8 ديسمبر المطالبة بإسقاط القرار الأمريكي. الآن الأمريكان هذول بأوراقهم الرسمية ووثائقهم بدهم يتحدثوا عن الحركة، ما بيتحدثوا عن سلطان. ومين سلطان؟ طز مين سلطان بالنسبة لهم؟ بس بالنسبة لهم حركة 8 ديسمبر حركة منظمة. شايفين الوقفة هاي؟ هاي مرعبة أكثر من الهتف، مرعبة جدا، لأنه هو مدرك إنه الشعب العربي يقول لك لا ينصت لا يسمع، هو شعب بس يتحدث بس بده يحكي. لا، بدنا نحكي وبنشتغل. الآن احنا نازلين إذا شفنا ستاربكس مليان، لا في مشكلة بالعقل العربي، صح ولا لا؟ اعمل قهوتك بدارك يا أخي، طز شو يعني؟ مش راح أموت. الفكرة أن تنتقل المبادئ إلى سلوك، إلى فعل، وأن لا نكون ردة فعل. الآن هاي خلصنا 8 ديسمبر،
حركة الجناح المقاطع. السؤال المطروح أنا كيف بدي أعرف شو أقاطع؟ هذا هو السؤال المطروح. كل منتج أمريكي الآن إحنا بدنا نسوي عملية عصف ذهني، يعني فينا المتخصصين، فينا اللي دارسين اقتصاد، فينا اللي بيعرف شو المستورد الأمريكي، فينا اللي بيعرف شو الآن في سبيل مثال، على سبيل المثال في الأزمة الخليجية اضطروا القطريين إلى أن يعملوا شيء محلي. هلا احسبونا من موقفنا من الأزمة مع مين وضد مين ما لناش علاقة. الفكرة إنه ندعم منتج وطني. أمريكانا بتنتج فول صح؟ بس في مصنع أردني بنتج فول. شوف الحركة هاي تأثيرها أكثر مليون مرة، لأنه لغة الدولار ترى بتكسره. أكمل الآن لما ننتقل إلى عملية المقاطعة، عملية المقاطعة لا تستخف فيها، واللي بيقول لك اللي بيكتبوا على الفيسبوك مش ما بيغيروا لا بيغير، لأنه الحركة العالمية لما طلعوا في السويد واعترضوا وغضبوا شافوا أصحاب القضية اللي إحنا طرحنا. أصحاب القضية الأردن وفلسطين موضوع أزلي أبدي ما بيفكوا، والله حتى لو مش سايكس بيكو، لو يجي مليون بالفور ومليون سايكس بيكو ما بيفرق الشعبين عن بعض، الدماء اختلطت وانتهى الموضوع. اللي بدي أقوله إنه إحنا معنيين، لكن الشعوب الخليجية إذا بتدرك عملية التنظيم اللي إحنا فيها راح يدرك الكويتي بإنه أنا بدي أقاطع المنتجات الأمريكية تضامناً مع الشعب الفلسطيني الأردني. تمام؟ القدس تحتاج إلى سلوك، لا تحتاج إلى كلام مرسل. الهتاف جميل، لكن شوفوا ما أحلى الهتاف بعد ما نتابع بورصة نيويورك وبنتابع عقود الفرنشايزنج، عقود الامتياز الأمريكية بإنه تتهاوى وأسعار البورصة تنزل. هذا أخطر. إذن الآن إحنا بالمقاطعة، السؤال المطروح بالنقاشات، طب إيش أقاطع أنا يا زلمة؟ مين؟ الآن بدها تصدر قائمة على صفحة الحركة اللي هي 8 ديسمبر، بتقول لك كل شيء منتج أمريكي بناء على مؤسسة المواصفات والمقاييس، بناء على وزارة الصناعة والتجارة، كل ما يدخل المملكة الأردنية الهاشمية منتج أمريكي يجب مقاطعته. وحتى العلامات التجارية الأمريكية يجب مقاطعتها. يا سيدي اللي بيلبس من ماركة أمريكية يتحملنا شوي بس عشان القدس، يبطل يلبس لسنة لشهر ما بيصير شيء. أكمل، هاي السي جي سي أردنية يعني مش هالقصة يعني. مثلا الفكرة إحنا عندنا بدائل كثير. ننتقل إلى الآخر بعد ما حددنا طريقة المقاطعة وشكلها وكيفيتها وزمانها وموعدها. كل واحد فينا أتحدى يعني إذا ما عنده فيسبوك عنده تويتر وعنده مليون وسيلة صح؟ هذا الكلام اللي بحكيه الآن اللي عم بسمعه ببيوتهم يا حجة اللي بمقام الوالد، إذا بتروح على المؤسسة الاستهلاكية بعينك الله تأخذ هاي الورقة اللي بتقولك شو المنتجات الأمريكية قاطعيها. بس انتقلنا إلى المقاطعة. لا، المقاطعة فعل مهم جدا، والله لا يفهموا إلا لغة المصالح. والله عنده ترامب استعداد يحالف الشيطان مقابل إنه يشغل المصانع الأمريكية. إحنا مش رجال أعمال لكن نظر رجال أعمال. القدس بالنسبة لهم مصلحة، وكوشنير مصلحة، واللي عم بيصير مصلحة. ترامب دفع ملايين ما بده يرجعهم، والتحالف اللي عم بيصير الآن تحت الخفاء وصفقة القرن ونص القرن وربع القرن إذا ما وجدت سلوك راح تمشي. احنا شعوب مرهقة يا شباب، نص الليل عاط على العمل، ما احنا عارفين وجعنا واحد، لكن سلوكنا لا يمنعنا من انه نتخذ قرار. على الجانب الاخر فيما بعد انتقالنا الى مرحلة من حركة، سيتم مخاطبة الدولة الاردنية عبر القنوات الرسمية بانه احنا حركة لنا شرعيتنا، احنا زي اي حركة موجودة، من حقنا نحط ستيج هون ونحط نظام صوتي ونقول للامريكان غدا مثلا صباحا ستبدا حمله المقاطعه، وعلى الشعب الاردني ان يراقب هذه الحمله. يعني انت مطلوب منك اذا شفت حد دخل ماكدونالدز انك تعريه وتقول له انت عم بتخوننا، احنا عم نحكي بشيء وانت تاركنا. اللي راضي انه يخوننا ويستمر بشراء، انا ما بحكي ماكدونالدز بس، انت في كثير ناس ادرى بمليون سلعه الان، وحتى البنات كمان، البنات ادرى منا بمليون سلعه. دكتور تيجي بكره وتحكي كمان العكس. هلا هلا بنحكي بكره، الاعداد كبيره. عندنا استعدادنا لا نمتلك الا العقل، ونفكر احنا نيابه عن الدوله على فكره. فاحنا بنحارب بما نمتلكه من كلمه. اللي بدي اقوله الان على الصعيد الاخر، كل واحد بده يجي لهون بده يعرف حاله انه هو منضم ضمنيا تلقائيا تحت مسمى حركه 8 ديسمبر. يعني إذا أنت قلت لصاحبك أنا بكرة رايح على وقفة احتجاجية لحركة 8 ديسمبر، تلقائي لا بدون إرادة، هاي حركة معنية بإسقاط قرار الأمريكي. ما في حد ممول الحركة؟ لا
لا لا لا شوف حركة شعبية تمويل ايش؟ حركة شعبية اي تمويلنا قاعدين على العتمة يا زلمة قاعدين نحكي بمايك و يعني هلا هلا اللي بيهمنا وبيهمنا صديقي شوف اقول لك شغلة باحترامي لكم فيما يتعلق بالقدس احنا معنيين باستثمار كل انا لو ما معي غير دينار ادفعها لغاية اعزز فكرة تخدم القدس صحيح يا سيدي هل تعلم انه عائلة روتشيلد تصرف ملايين الملايين لان تقوم دولة يهودية وعاصمتها اسرائيل احنا اللي بدنا نقوله حتى في شب بالشتات اردنيين وفلسطينيين على استعداد انهم يقدموا كل ما يملكوه مقابل ان نستمر في الدفاع والمقدسيين اليوم اثناء الوقفه تم الاعتداء على مقدسيات شرفاء من هناك الان احنا برده الفعل والهتاف ترايهم مبسوطين هاي مطفين سفارتهم والله احلف يمين انه السفير ولا السفيره ما هو داري عنا الفكره اي موجوده هون احنا مش بصدد حتى الاعتداء عليها لانه الاعتداء على السفاره الامريكيه اعتداء على هيبه الدوله الاردنيه مش معنيين بهذا الموضوع بس معنيين بسلوك تمتلكه في حد يقدر يمنعك تقاطع المنتجات الامريكيه لا. الدوله كلها لا تمتلك اجبارك على شرائها بس انت بتقدر تخلي البضائع تتقدس بكارفور وما حدا بيشتريها فبصير يبحث كارفور عن منتج وطني ليسد هذا العجز وهذولا كمان كارفور ما بيفكرش جمعيه خيريه وامريكا مش جمعيه خيريه بس اجي اكمل فكرتي الان ننتقل الى مرحله اخرى هذا المكان يمتلك شرعية حركة 8 ديسمبر فيما بعد نيجي ونهتف براحتنا وعلى مزاجنا بس نمتلك وثائق بيطلع واحد بيقول والله يا شباب اليوم تأثر الاقتصاد الأمريكي مثلا البضائع تأثرت الآن أنت بتعطي للتركي أنه ينعدي منا كمان وبتعطي لأنه إحنا أصحاب القضية يا أخوان لا تطلب من واحد مش صاحب قضية إحنا أصحاب قضية وإحنا كمان لعلمك مش من مصلحتنا ندخل في عداء مع اي دوله خليجيه لا نسبهم ولا نسيء لحدا احنا بدنا يتعاطفوا معنا والسعوديه والخليج كله يستورد من الولايات المتحده الامريكيه اخر دراسه لسنه 2012 50 مليار دولار لحوم هاي الخليج الان انت بتعطي شرعيه لهذول الناس انهم يقاطعوا معنا انتقالنا الى مرحله اخرى هي كمان السلوك الثقافي ان ينتقل هذا الفعل الى نشاط ثقافي مستمر عندنا الروائيين عندنا الكتاب عندنا المسرحيين عندنا المطربين تستمر هاي الحركة إذا وقفنا ثقوا تماما هذيك الساعة سيستمر القرار والله العظيم قبل ما تعلن القدس عاصمة للدولة اليهودية منع الصلاة في القدس الآن مع وجودها عاصمة للدولة اليهودية إذا جوجل مش قادرين نغيره إحنا مش قادرين نعمل إبلاغات على إنه إسرائيل مش عاصمة القدس مش عاصمة إسرائيل جوجل مساء يوم اعتراف ترامب اعترف بالقدس عاصمة إسرائيل الآن البيت الأبيض يجري تصويت على صفحته احنا بدنا ندخل ونشارك نقول له لا يا دكتور زي ما بيحكي مظبوط كيان الصهيوني مش اليهودي يا صديقي احنا الآن يهمنا نرتب الأفكار والله الهتاف لن يعيد ذرة من ذرات القدس ولكن السلوك يا شباب استحملونا احنا الآن في كل يوم نيجي لهون بدنا نعرف انه احنا نتعامل مع جسم وطريقة تفكير امريكية لا تفهم الا لغة المصالح اللي عنده القدرة يتبنى هذا التفكير يلا نقول يا الله كل واحد اقول لك مش ضروري في كثير ناس قاعدين ببيوتهم الان مش ضروري يجي بس مش ضروري تساهم بالاقتصاد الامريكي مش ضروري تدعم هذا الاقتصاد مش ضروري اللي صارت مقاطعة البيض ومقاطعة بالضبط كان لها أثر كان أنا سمعت من أحد الموردين الأردنيين تاجر قال أقسم بالله البيض تكدس عندي ما اضطريت غير أنزل السعر على خسارة الفكرة اللي بدي أقوله حتى العسكري أنت تعطيه مجال كمان يساهم معك بالضبط الآن الدولة الأردنية حتى على المستوى السياسي معك وأمامك إحنا بنساعد الدولة ونظامها السياسي أن يتقدم خطوة إلى الأمام في حديثه والتفاوض مع أمريكا على موضوع القرار تنسوش يا أخوان أن القدس تحت وصاية هاشمية فإحنا الحكومة والدولة معنا والجلالة الملك قاعد بقاتل سياسيا عشان يرجع الوصاية هاي حتى في مساء يوم خروج الأردنيين الملك افتخر اللي ما بيقرأ ما بين السطور هو حب الملك أنا ما أتحدث باسم الملك ولا نيابة عنه أنا ما أقرأه في تقديري الملك سعيد جدا 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 في موقف الشعب الأردني لأنه ضمير لحي إحنا موقفنا ما عم نعبر عنه لأنه يرجع عبالنا إحنا مؤمنين بالقدس وراح يجي يوم
ونصلي بهذا المسجد إن شاء الله، لكن بدون خطة إحنا زي اللي بيحرص بالمي. ختاما، في المرحلة القادمة ستنطلق حركة 8 ديسمبر، وهذه الحركة لا يمتلكها أي شخص، يمتلكها الشارع والأحرار. كل الاحترام لكم، أين في المرحلة القادمة؟ شهداء بالملايين، القدس رايحين، شهداء بالملايين يا شباب، القدس. بجوز الكل بتساءل مين اللي قاعد بحكي، بعرفكم بالدكتور سلطان العطين، يعني والنعم من أحرار الأردن، والشاب شاب كلنا بنفتخر فيه. والنعم والنعم والله والنعم فيك. شهداء بالملايين، القدس رايحين، شهداء بالملايين، القدس رايحين، شهداء بالملايين، القدس. ويا للعار ويا للعار، يا للعار ويا للعار، ويا للعار ويا للعار، يا للعار ويا للعار. باع الأقصى بالدولار، باع الأقصى بالدولار، باع الأقصى بالدولار، باع الأقصى بالدولار. شباب الله يعطيكم العافية، الفعالين بتاعت اليوم ما قصرتوا، كلكم مشكورين، تعبتوا معنا الكوان. بنذكركم انه بكرة ان شاء الله الساعة 1 هون متواجدين، ويعطيكم الف عافية وتصبحوا على خير. وقف وقف